أهلا بكم. رفعت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقوبة الإيقاف 4 مباريات عن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي. الفيفا نشر بيانا ذكر فيه أن لجنة الاستئناف قبلت طعن الاتحاد الأرجنتيني باسم ميسي على قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، ليتم بذلك رفع كل العقوبات التي تم فرضها نهاية شهر مارس الماضي، ومنها غرامة مالية قدرها 10,000 فرنك سويسري. وكانت لجنة الانضباط في الفيفا قد عقبت ميسي بالإيقاف 4 مباريات لاتهامه بشتم الحكم المساعد، ليحرم من المشاركة مع منتخب بلاده في مباراة بوليفيا التي خسرها بهدفين وأدت إلى تراجع منتخب الألبي سيليسي إلى المركز الخامس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.